ايه اللي حصل بقى يا مدام هاني؟ اللي حصل ان انا كان يوم عادي جدا، انا كنت نازله اشارك في المسيرات العدد الحاجية. عادي دايما؟ انا بنزل عادي، يعني انا لا ادعي بطوله ولا حاجه، بس انا بنزل في الاحداث المهمه، يعني خليني اقول صراحه كده. فكان في دعوه لمسيره نسائيه للاتحاديه، فروحت الاتحاديه لقيت العدد قليل، كنت حابه اشارك في حاجه اكبر، فروحت التحرير. وانا عاده لما بروح التحرير ما بروحش مع مجموعه، بروح لوحدي وبجري اتصالات بالصديقات اللي انا عارفه ان هم بيكونوا موجودين، واروح اشوفهم. فتوجهت هناك، حسيت بحاجة غريبة في الجو من ساعة ما دخلت، حسيت ان كل ما بيحصل زحمة بيبقى فيه نوع من الاحتكاك او التدافع، فقلت لا انا مش مستريحة للوضع، انا احسن امشي. بس انا في صديقة ليا عند ناحية عمر مكرم، فانا حاول اروح اشوفها. فكنت موجودة ناحية السور اللي هو خلفه هارديز، في دخول عربية الإسعاف من ناحية القصر العيني، وفي شباب واقفين على السور بيقولوا وسعوا للعربية. فأنا بدل ما وسع ناحية السور، وده اللي كان هيبقى تصرفي التلقائي عشان أحمي نفسي، اتجهت ناحية الجزيرة الصينية اللي في النص على أساس أن أنا هروح عمر مكرم. فهناك كان الأمور بتبقى فوضى شوية، أما بيبقى كمان العدد في الميدان كبير ومزدحم على آخره بيكون في فوضى، فحصل نوع من الاحتكاك. فأنا عادة بزعق، يعني أنا ما بسكتش على حاجة زي كده، فواضح إن هم التقطوا الخيط إن أنا لوحدي. وابتدى يحصل مشادة ما بيني وما بين واحد، بقول له ما يصحش تزقه وما عرفش ايه. فلقيت في مجموعة من البنات حوطتني وخدوني معاهم وبعدوني. واضح ان المجموعة دي مجموعة مدربة ومجموعة استشعارت خطر ما انا ما كنتش شايفاه. كويس. انا ما كنتش شايفاه خالص. المسألة ما خدتش ثواني ان انا من وسط هذه المجموعة من البنات اللي كانت عاملة دايرة محكمة جدا حواليا، اتشديت من وسطهم بعنف جدا مع عدد كبير من الاشخاص لا قادرة افتكر اشكال طبعا في هذه اللحظة. بالمرة هي كتلة بشرية، يعني زي ما بيقول بالانجليزي masses of people، انا مش قادرة اعرف ولا اميز اي حاجة خالص. اتشديت من وسطهم لغاية السور اللي هو بتاع هارديز مرة اخرى. دي مسافة يعني امطار، يعني مسافة انا يعني في ده وراجع تاني لنفس الاتجاه لعربية الإسعاف. المسألة في تقديري أنا طبعا ما كنتش في كامل وعي، خدت حوالي 30 ل 45 دقيقة اعتداء متواصل وضرب وشد شعر ومحاولة خنق، يعني محاولة خنق لأن أنا زي ياسمين حتى كده عادة لابسة إشارب، فاتشديت من الإشارب في لحظة من لحظات. ما كانش هاممني حتى اللي بيجرى لي قد ما هاممني إنه، أو مش هاممني يعني، شايفة إن الموت جاي، إنه أنا ممكن أروح فعلا في القصة دي. مش عايزة أخش في تفاصيل تانية سخيفة، لكن أنا ما بدأتش أستشعر بشيء من الاطمئنان غير ما دخلت العربية اللي طمني للدكتور. لا مش من الحقيقة التفاصيل السخيفة، بس دكتورة منال كملي بقى. صحيح، يعني لازم تحكي علشان يبان هم، يعني حتى لو كان ده متعب بالنسبة لك. معلش اللي اقدر اقوله انه انا في ثواني ساعة ما اتشديت منهم، انا كان ابتدى اعتداء، ابتدى تجريدي من ملابسي كلها بشكل بشع جدا، كم من الايدين مش عارفة، انا كنت حاسة ان ايديا الاثنين مش كفاية عشان اقدر اصد ده كله، زائد ان كان في انا كنت حريصة ان انا منزلش على الارض، لان كنت خايفة ان انا لو وقعت على الارض ان هتكون نهايتي، يا اما حداس يا اما هتبقى المسألة هتتحول الى اغتصاب كامل. كان المرعب او جزء من الرعب اللي في الموضوع، طبعا هو واضح ان هو مش بس مخطط او مدبر، لا ده كمان معمول له بروفا، يعني اكاد اجزم ان معمول له بروفا. ان كل انا في خلال المده دي كلها انا ما سمعتش ولا لفظ خارج ولا لفظ جارح، هو كل الرسائل اللي خارجه من هذه المجموعه بتحاول توحي ليا او للاخرين ان هم بيساعدوني. لا يا جدع مش كده، يا جدع حرام عليك، دي زي اختك، دي مش كل يعني هذه المفردات هي اللي كانت بتتردد، مفيش اي مفردات تانية خالص. فده طبعا برجلني، وحس حتى في الاخر اما حاول بعض الاشخاص انقاذي، انا ما كنتش عارفه مين اللي عايز ينقذني ومين اللي كان بيكمل التحرش معاهم، يعني انا ما كنتش واعيه لده. تاني يوم انا قريت جانب من القصه ما كنتش شفته، لان في واحد صحفي في ايجيبت اندبندنت اللي هي مش عارفه صح اقول ولا اللي هي الموقع الانجليزي بتاع المصري اليوم، حكى القصه. هو صحفي اجنبي وانا حاولت اوصل له الحقيقه، بس هو ما كانش عنده شيء يقوله. هو نقل القصه على لسان واحده من اوبريشن انتي هراسمنت او اللي هي المجموعه المضاده للتحرش، شافت الواقعه كلها وعلى
حد قولها انه اللي انقذني ان في مجموعه من الرجال قلعوا حزمتهم وابتدوا يضربوا في الحشد المهول اللي كان حواليا ده، فقدروا يفرقوا جزء منه وقدروا ان هم بمساعده الدكتور انه يودوني لغايه العربيه، عربيه الاسعاف. عندك اسئله كتير طبعا. عندي تعليق مش اسئله يعني، هي عندي يعني بس برضو ما حكيتش يعني في جزء تفصيلي كده برضو ما حكيتوش، يعني نوع التحرش بالظبط. يعني هم ايديهم وصابعهم كانت في كل جزء في جسمي، يعني ايديهم وصابعهم كانت في كل جزء في جسمي، مش قادره اقول اكتر من كده بس. يعني مزقوا الهدوم كلها. انا وصلت المستشفى من غير بنطلون يعني، كان لهذه الدرجه يعني.